تسره رؤيتي. مولد الطاقة يبدو معطلا. السلاح غير
يمكن التسلق أعلى، هذا الشيء يمكن بالدوران. إن وجدت طريقة لتشغيل الطاقة ربما أحرك الأشياء وأعرف كيف أصعد. الرئيسي يجب أن يعمل المولد أسفل الهوائي. هناك مولد، خلية الطاقة ستعيده للعمل. الطاقة عادت لأتفقد جهاز التحكم. لنرى ماذا يفعل. أنا محبوبة. وظيفة محرك.
الوصول إلى طويل العنق فقط لأجد الموقع المناسب. علي الانزلاق من طويل العنق ولكن فلأخبر الموقف.
رائحة البلاء ليست أفضل مما يبدو.
هذا شيء. الحمض يتهمه والآن
حظائر وروبوتات. ما الذي يخططون له؟ راكبوا روبوتات يحرسون المنطقة. علي الحذر. بوابات. لابد من وجود مدخل آخر. بوسعي تسلق ذلك الجدار وربما أدخل المعسكر. أظن أنه كان إنسان. حسناً، سأغير خطتي. ماذا حدث؟ أظن أنني أعرف من فعل هذا. أظن أحد هذه الأبنية مركز قيادة. آه! آه!
أيتها الديناك، اسمعيني. وصلني خبر بأن جنديا من المعسكر استفز أحد أبناء بروميثيوس لافتعال شجار. أرجو ألا تنسي أن حلفاءنا مسؤولون عن توفير الروبوتات التي سنركبها نحو المجد. أي أحمق، سيقترف هذا بعد الآن. ستنزع أحشاؤه ويترك في الصحراء جيفة، وليس هناك إنذار آخر. هل هذا كاف؟ أجل، سيقوم برد رجالك عن القتال مع رجالي. أشكرك يا ريغالا. عسى أن يقودنا تحالفنا للنصر. ريغالا لا تعمل بمفردها، لقد منحها أبناء بروميثيوس القدرة على تجاوز الروبوتات. كانوا يحاولون تجديس الوقود، كمية تفجر شيئا كبيرا. خريطة لوادي الرعب، التحركات من وإلى الضوء القاحل مع نقاط ضعف الحصن. سيفجرون الضوء القاحل ويتسببون بفتحة تدخل جيشا. إذن ريغالا تخطط لغزو مملكة الشمس. عندما يكون لديها جيش كاف، علي التخلص من الوقود. لأتخلص من أي وقود بالقرب. سجين، أظنه أسرا. مرحبا، جئت لأساعد. ابقى منخفضا واتبعني. لك ذلك. آمل أن يعجل المتحركون المكان. أستطيع مواجهة بقيتهم الآن أو الخروج. في الحالتين انتهى عملي هنا. لأجد معسكرات المريدين وأوقف ما يسببونه من متاعب. علي معرفة المزيد عن أبناء.
بروميثيوس وردعهم عن مساعدة المتمردين في ذبح أهاليهم. نهيك عن ذكر كارجا. هذا الممر الذي ذكره لارند في العقد. علي التأكد من صحة المعلومات. سأقرأ العقد بسرعة. تستخدم شيل ووكر هذا الممر بانتظام، ولارند يريد صفائح. سأنتظرها في معسكري. نصب فخاخ على الطريق فكرة جيدة للقبض على القافلة. سأستريح وأنتظر القافلة.
هنا. عقد لارند ينص على إقامتهم للفخاخ على الممر، الأفضل استخدامها. يمكن للمراجل تعليمي كيف أتجاوز الروبوتات، ولكن أين تكون؟ تبقى معهم شيل ووكر واحد. يا صيادة، لقد عدت. قضيت على روبوت شيل ووكر لأجلك. فاندا، ريندور، جلبنا غرضنا. إليك أجرك كما اتفقنا تماما. سيساعدني لصنع درع بالتأكيد. لكن أدركت درعا مصنوعة من صفائح شيل ووكر جيدة، لكن مع بعض الإضافات يمكن أن يكون أفضل إن كنت تودين إبرام بعض العقود. ما رأيك؟ أخبرني بالمزيد عن عقودك. كنت أفكر فكوك سكرابر قوية، سأستخدمها لتقوية درعي. رصدنا روبوتات في مكان قريب وجاهزة للصيد. أظن بإمكاني أن أنظر في العقد. رائع. إلا ما تحتاج أيضاً لدرعك. هوائيات الإنذار قوية مرنة، يمكنني استخدامها لجعل درعي مرنة. رصدنا روبوتات الاستغلالي. سأقرأ العقد وأرى ما أستطيع فعله. بالتوفيق.
جيد. أستطيع صنع الدرع المثالية.